إذن في سياق المجهودات المبذولة لمكافحة ظاهرة التجار الدولي في المخدرات وجميع المؤثرات العقلية، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية بالناظور مساء الأربعاء وصبيحة يوم الأمس الخميس من إحباط عملية كبيرة للتهريب الدولي للمخدرات، وذلك من خلال تدخلين متتاليين بإقليم الدريوش. التدخل الأول كان بمنطقة ولا دامغار، أسفرت عن حجز طنين و552 كيلوغراما من مخدر الشيرة عبارة عن 70 رزمة، والتدخل الثاني كان بمنطقة تغزة بأجدير، أفضت إلى حجز طنين و210 كيلوغراما من نفس المخدر عبارة عن 67 رزمة، لتبلغ الكمية الإجمالية 4 أطنان و762 كيلوغراما من نفس المخدر، ما مجموعه 137 رزمة. في نفس الإطار كذلك تم حجز مجموعة من المعدات كما تشاهدون، عبارة عن 5 سيارات، قارب مطاطي، محركين للزوارق، دراجة نارية. مكنت الأبحاث والتحريات أيضا من إيقاف شخص يشتبه في ارتباطه بهذه الشبكة الإجرامية. الأبحاث والتحريات دائما بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات إن على الصعيد الوطني أو الدولي لهذه الشبكة الإجرامية.